كده تمام. اعمل الصور طالعه عندكم كده يا دكتور اسامه؟ اه الصور طالعه. طب تمام كويس، انا قفلت فتحت طلعت تاني. طيب تمام، طيب الحمد لله. فدي عندها 25 سنه، عندها في ستلانو فالكو. هل تفرق لو نفس العيانه بنفس الكلينيكال بيكتشر زي ما احنا شايفين هنا عندها في ستلانو فالجاس برضو، وتيلر شيء تيلر تيلر ساجن جاي في اللاترال فيو، وهل لو عندها 9 سنين وعندها هايند روت فالجاس برضو التريتمنت في الثلاث في الحاجات دي يفرق ولا ما يفرقش، والديفرنشال دايجنوزز يفرق ولا ما يفرقش؟ فانا عايزين نعرف الاول لما يجي عيان عنده فلات فود ديفورمز، اهم حاجه عايزين نعرف الفلات فود دي فليكسيبل ولا ريجيد، يعني هل الفلات فود دي فلات فود قدم مفلطحه مرنه ولا قدم مفلطحه متيبسه؟ ده التقسيمه اللي هي ساينتفك. موضوع الفلات فوت اللحمي والفلات فوت العظمي والكلام ده، دي التقسيمه دي مش مفروض ان هي موجوده دلوقتي. احنا بنتكلم فليكسيبل ولا ريجيد. فليكسيبل يعني السبتيلر جوينت بيتحرك، ريجيد يعني السبتيلر جوينت ما بيتحركش. دي اول حاجه اللي بيجي لي عيان، اول حاجه السبتيلر جوينت بيتحرك ولا السبتيلر جوينت ما بيتحركش؟ سبتيلر جوينت بيتحرك تبقى فليكسيبل فلات فود اللي هي الغالبيه، سبتيلر جوينت ما بيتحركش تبقى ريجيد فلات فود اللي هي الاقل. وبناء على الكلام ده هميكس هي فليكسيبل ولا ريجيد مع العين عنده كام سنه، وعلى اساس كده انا افكر في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الحاله. فمثلا لو عيان عنده 9 سنين او 10 سنين عنده فليكسيبل فلات فوت ديفورميتي، سبتيلر جوينت بيتحرك، فكر في ايه؟ سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك ايديوباثيك فليكسيبل فلات فوت. مثلا ممكن يبقى عنده جنراليزد ليجامنتس لاكستي مثلا، كل ده ممكن يبقى عنده فليكسيبل فلات فوت اسوشيتد ويز اكسسوري نافيكولار سندروم، زي في امتحان الماجستير مره واد عنده 12 سنه عنده فليكسبل فلات فوت، تيبيالس بوستيرور انسفيشنسي. تيبيالس بوستيرور انسفيشنسي ازاي في حد عنده 12 سنه؟ ده ديجنراتيف ديزيز بيحصل في سن كبير. فلو انا دلوقتي بتكلم على ادوليسنت او يونج يعني تشايلد او فليكسبل فلات فوت، بفكر ان هي ايديوباثيك فليكسبل اكسسوري نافيكولار ليجامنتس لاكست. طب لو ريجيد في نفس الوقت في نفس السن ده ادوليسنت، يبقى عندي يا اما العيان ده عنده تيلو كالكينيال كواليشن او اي كواليشن تاني، عنده تارسال كواليشن مانع السبتيلر موشن، او ان هو عنده سباستيك فلات فوت بيرونيال سباستيك فلات فوت نتيجه حاجه نيورولوجيكال ديس اوردر في البيرونياي، يبقى عامل السبتيلر مش موبايل نتيجه السباستيستي بتاعت البيرونيال تندونز. كان زمان بيقولوا ان السباستيك فلات فود ده هو الترسل كواليشن، دلوقتي لا، في حالات ما فيهاش كواليشن لكن هي كرونيال سباستيك فلات فود، او ان الولد ده عنده جوفينايل روماتويد مثلا ارثريتيك، وبالتالي انا عرفت دلوقتي هي فليكسيبل ولا ريجيد. الاحتمالات هنا تبقى ايه؟ الاحتمالات هنا تبقى ايه؟ وبالتالي اتكلم على المانجمنت، لان دي اهم سلايد في المحاضره كلها، ان انا ازاي افكر العيان ده عنده ايه. ايوه يا باشا، مع عايزين يعرفوا ازاي اذا كان فليكسيبل او ريجيد. انا يعني بحرك السبتيلر جوين خلع النيرجن ايفرجن، لو جوينت بيتحرك يبقى دي فليكسيبل، لو ما بيتحركش يبقى دي ريجيد. موضوع الويندلس افكت بس ان انا اعمل تحصل في بعض حالات الريجن فيرست تري بس اللي بينزل تحت، لكن الهايند فود بتبقى ريجن. الساين ان انا زي ما احنا شايفين هنا اهو، هنا مثلا العين لما عمل تيب تو السبتيلر دخل في انفيرجن، هنا لما انا عمل تيب توينج ما خرجش ما دخلش في انفيرجن، فضل ايفيرتد زي ما هو. يبقى العيان هو واقف في فالجاس
ويف تيب توينج دخل في فارس هنا ما دخلش في فارس. دي حاجه. حاجه تانية ان انا امسك انا الهيل واحاول احرك السبتيلر جوينت اشوفه بيتحرك ولا لا. ده الفرق بين الفليكسيبل وبين الريجيد. تمام كده يا دكتور عاطف؟ تمام تمام. طيب يبقى انا لو ولد صغير او ادوليسنت يبقى انا عرفت لو فليكسيبل هفكر في ايه، لو ريجيد هفكر في ايه. دي اهم حاجه في الموضوع. طب لو عيان ده بقى ميدل ايج 40 سنه 45 سنه 50 سنه، فليكسيبل وريجيد. فليكسيبل ممكن تبقى ايديوباثيك فليكسيبل فلات فوت من هو صغير ومكمله، هو اصلا طول عمره عنده فلات فوت. دي حاجه. اكسسوري نافيكولار ومكمله، جنرالايزد ليجامنتس لاكستي ومكمله، او جاله بقى بوستيريور تيبيال تندون ديسفانكشن. هنا بقى كلام بقى 50 سنه بالذات لو في ميل ممكن يبقى جالها بوستيريور تيبيال تندون ديسفانكشن كده اوكي. او سبرينج ليجامنت انجري. سبرينج ليجامنت ده هو الاستراكشر الاستاتيك اللي ماسك معدي تحت التيلر هيد وعامل مينتيننس للارش. التيبيالس بوستيريور هي الدايناميك ستراكشر، سبرينج ليجامنت هو الاستاتيك ستراكشر. فممكن طب لو ريجيد ممكن يبقى كواليشن ونكمل كورنيال سباستيك ونكمل. او بقى العيان بقى عنده ارثرايتس، العيان عنده ارثرايتس، عنده روماتويد مثلا، روماتويد ارثرايتس او بوست تروماتيك ارثرايتس، او التيبيالس بوستيريور انسفيشنسي ووصلت ستيج 3 اللي بقت الجوينتس فيها ارثريتك. كل دي الاحتمالات. يبقى الاول لازم ابقى عارف العيان ده عنده ايه. ما ينفعش مثلا يبقى انا عنده كورنيال سباستيك فلات فوت ونقول اعمل له مالتيبل اوستيوتوميز. طب ما هي هترجع تاني، الديفورميتي هترجع تاني نتيجه النيورو ماسكولار ديس اوردر. ما ينفعش العيان يبقى ريجيد ديو تو ارثرايتس وانا اعمل له اوستيوتوميز، لان هيفضل عنده بين نتيجه الارثرايتس الموجوده. فالاناليسيز الاولاني بتاع العيان اذا كان العيان فليكسيبل ولا ريجيد، وايه الاسباب هنا وايه الاسباب هنا، واشوف السبب ايه. ده اول خطوه على الطريق الصحيح. من غير ما اخدها خلاص كده كده الموضوع مش هيبقى مظبوط. لازم سن العيان، سن العيان ريجيد ولا فليكسيبل، وايه الديفرنشال دايجنوز اللي عندي. اهم حاجه في الموضوع. تمام واضح السلايد دي كده؟ تمام. خش على اللي بعدها بقى دكتور محمد. طيب ليه احنا بنتكلم في محمد. الكلام ده لما يجي لك ولد عنده 20 عنده فلات فود، هل ده يعتبر نورمال ولا اب نورمال؟ ايوه دكتور محمد، بيستاذنك لو تقفل الفيديو بس لان الصوت بيقطع ساعات. حاضر، نفتح الفيديو اثناء الاسئله في الاخر. معلش اتفضل يا دكتور محمد اتفضل. اه مفيش مشكله، حتى الاسئله بالصوت بس مفيش مشكله. بقى كده الصوت احسن. تمام. طيب تمام يا محمد. تمام يا باشا. تمام يا بيتم. ليه احنا بنتكلم في الكلام ده؟ لما يجي عيان 5 سنين كل يوم في العياده 5 سنين عنده فليكسيبل فلات فود، الواد رجله شكلها مش مظبوط، ماشي رجله حاطفه لبره، هل ده نورمال ولا اب نورمال؟ ده نورمال، لانه في السن دي غالبيه الولاد عندهم فلات فود، وعلى سن 8 سنين 10 سنين بيتحسن الفلات فود ده نورمالي. ناتشرال ديفلوبمنت اوف ذا ارش، ميني تشيلدرن هاف فلات فود، فلات فيت لما يبقوا ادوليسنت الفلات فود دي نورمالي لوحدها بتتحسن. فلازم نبقى احنا عارفين من سن العيان هل احنا دخلنا في الوقت الباثولوجيكال ولا احنا لسه فيسيولوجيكال فلات فود. عشان ما حدش يعمل عمليه مثلا كوركتيف ستوتومي حد عنده 7 سنين. طيب لا العيان دلوقتي عنده فليكسيبل فلات فود، ايه الاعراض اللي ممكن تبقى عنده او فلات فود ان جنرال؟ ايه الاعراض؟ هيجي يشتكي من ايه؟ اول حاجه انه يبقى اسيمتوماتيك اصلا، اسيمتوماتيك، هو اسيمتوماتيك. لو العيان يا جماعه اسيمتوماتيك فلات فود نو نيد فور تريتمنت، ده جولدن رول. عيان عنده فلات فود مش عامله له اي مشكله، يبقى انا هعمل ليه؟ احوله لرجل فيها ارش بس بينفول. هو بينلس، تلعب كوره بلعب كوره، بتجري بجري، امال ايه المشكله؟ والله شكل رجلي كده غريب. لا شكل رجلي غريب ده مش انديكيشن. يبقى لو اسيمتوماتيك يبقى مفيش اي انترفينشن. سيمتوماتيك، لو سيمتوماتيك بقى
ده مهم جدا. مهم ازاي بقى؟ لازم اعرف هل السيمتومز اللي عند العيان ده اصلا ناتجه عن الفلات فوت ولا غير ناتجه عن الفلات فوت. ما ممكن يكون عنده بين مثلا، عيان عنده بين في الفوت لاي سبب من الاسباب، مش معنى كده ان الفلات فوت هي السبب. لازم برضو عارف ان البين الموجود ده هو نتيجة الفلات فود ومش نتيجة اي سبب تاني، بس مثلا مش نتيجة اكيليس تندون ديس اوردر، مش نتيجة اوستيوكوندرال ليجن، مش نتيجة ستريس فراكشر. فلازم ابقى عارف. فالمفروض البين بيبقى فين؟ البين بيبقى ميديال هنا عند الارش في الحتة المفروض تبقى مش دايسة على الارض بس تبقى دايسة على الارض، وبين على التبياليس بوستيريور هنا. بيبقى في بين ميديال على الارش عشان هو تاتشنج الجراوند واوفرلودد، وعلى التيبياليس بوستيريور عشان يبقى ستريتشد وبيحاول يعدل الفلات فوت ومش قادر. طب هل ممكن يبقى في بين لاترال؟ ايوه. ليه؟ لان الفالجاس الموجود، الفالجاس الموجود بيعمل امبنجمنت تحت الفيبولا، سب فيبولار امبنجمنت، فممكن يبقى في بين لاترال برضه. فبين ميديال على التيبياليس بوستيريور او على الاكسسوري نافيكولار او على الارش، وبين لاترال عند الساينس ترساي نتيجة الفالجاس ديفورميت. لو العين جاي يشتكي عنده فلات فوت وبيشتكي بين على أكيليس، فلات فوت مش ده مش سيمتوماتيك فلات فوت، هو عنده أسيمتوماتيك فلات فوت زائد سيمتوماتيك أكيليس تندينوباثي. فلازم أبقى عارف، لأن في ناس كتير جدا عندهم فلات فوت، فمش أي حد عنده بين في الفوت يبقى نتيجة الفلات فوت اللي عنده، لازم متأكد إن سببها هو الفوت فعلا. فالإكزامينيشن مهم جدا جدا في العينين دول. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي نرجع تاني برين ماب، سن العيان، السبتيلر جوينت بيتحرك ولا لا، العيان بيشتكي من ايه، زائد التيست المهم ده التندو اكيلس تايت ولا لا، اعمل دورس فليكشن للانكل والركبه مفروده وبعدين والركبه متنيه. لو الدورس فليكشن ما جاش كويس والركبه مفروده وجه والركبه متنيه، معنى كده ان في تايتنس في الجاستروكنيميوس ماسل اوف ذا بيشنت. طيب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده ان انا لو ما عالجتش الكلام ده، يا اما بفيزيوثيرابي لو انا ماشي العين كونزرفاتيف اكيليس ستريتشنج، او انترا اوبرتيف بجاستروكنيمس ريسيشن، الريكرنس ريت هيبقى عالي، الريكرنس ريت هيبقى عالي والبين هيفضل مستمر. فلازم في اكيليس تايتنس ولا لا، والاكيليس تايتنس ده مفروض ان احنا الحقيقه نعمل له اكزامينيشن في اي حاله فيها فوت اند انكل ديفورميتي. لازم ان هو الشرير، يعني هو الديفل بتاع الفوت اند انكل ديفورميتي. ده ملخص للي كنا بنقوله قبل كده. لو العيان عنده تارسال كواليشن فيرتيكال تيلس اي كلام، المهم يعني دي مجموعه من الاسباب لازم اعرف العيان عنده. طيب هنفكر شاكين فيه ايه جولدن رول اكزامينيشن، الجولدن رول تيست في الفلات فوت، ان انا اعمل بلين اكس راي انكل اي بي ولاترال، اي بي ولاترال ويت بيرنج، ويت بيرنج. لو فحصتش العيان كلينيكالي يا جماعه ويت بيرنج، ولا عملت الاكس رايز ويت بيرنج، انا كده غلطان غلط شنيع يعني، خلاص يعني صفر كبير في الامتحان كده. لازم العيان يبقى ويت بيرنج وانا بفحصه، ولازم العيان يبقى ويت بيرنج وهو بيعمل اكس راي، وان شاء الله في المستقبل القريب هيبقى العيان ويت بيرنج وهو بيعمل سي تي، وده اللي بيحصل دلوقتي بره لكن الجهاز لسه ما جاش مصر. يبقى لازم ويت بيرنج اكزامينيشن، لازم ويت بيرنج سي تي، لازم ويت بيرنج اكس راي، وقريبا هيبقى كمان السي تي كمان ويت بيرنج. السي تي بيفيدني في ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا، لو في انا شاكك في كواليشن يبقى الكورونال كات بلاقي ابنورمال كونكشن بين التيلس وبين الكالكينيوس، دي ساين اوف تارسال كواليشن، وده سبب من اسباب الريجيد فلات فود ديفورميتي. يبقى انا دلوقتي عرفت العين عنده كام سنه، سبتيلر بيتحرك ولا لا، العين بيشتكي من ايه، عصته كويس، وعملت له اكس اي ستاندنج وعملت له سي تي عشان لو انا محتاج اشوف حاجه مش باينه بالاكس راي العاديه، وانا سسبكتنج مشكله معينه بالكلينيكال اكزامينيشن. طيب ده ان شورت كده، طبعا موضوع فلات فوت دايجنوزس كبير قوي، فده ان شورت كده انا ايه البرين ماب، ايه الحاجات المهمه اللي ابقى عارفها. طيب هل النون اوبراتيف تريتمنت له معنى؟ له معنى من ناحيه
لو انا بعمل اكيليس ستريتشنج اكسرسايزز وتيبيالس بوستيريور سترينثنينج تمام. طب الانسولز، الانسولز يا جماعه لو العيان سيمتوماتيك بتقلل السيمتومز، لكن لو عيان اسيمتوماتيك ملهاش لازمه، وهي ما بتاثرش على الديفلوبمنت اوف ذا ارش. لو الولد الصغير اللي عنده 7 سنين لبس انسول، الارش مش هيتكون. لو هو اتكون يبقى هو كان هيتكون لوحده بالانسول او من غير الانسول، ذا ناتشرال ديفلوبمنت اوف ذا ارش. لازم نبقى عارفين كده. لما تيجي تلبس العيان فرشه لازم تفهمه هو ايه الغلط، الغرض من لبس الفرشه دي، هو واهله. خلاص، زي ما انا بلبس النظاره، انا بشبهها للعينين بكده، وانا بلبس النظاره عشان اشوف كويس. لو لبست النظاره 10 سنين نظري هيبقى كويس؟ لا. فرشه نفس الكلام، بتحسن السيمتومز لكنها لا تؤثر على الديفلوبمنت اوف ذا ارش. ده مهم جدا ان احنا نبقى عارفينه في حاله زي كده. طيب انا هتكلم دلوقتي على مش دايجنوزس بقى، التريتمنت والتريتمنت تريكس في الفلات فوت ديفورميتي. لو العيان يا جماعه بنعمل برين مابينج كده، لو الولد صغير عنده 10 سنين ادوليسنت فلات فوت وفليكسبل او ريجيد، ولو هو بعد كده يونج ادلت 20 سنه مثلا فليكسبل او ريجيد، ولو هو ميدل ايج او اولد ايج فليكسبل او ريجيد. هو ده بقى التقسيمه. طيب لو العيان دلوقتي عنده 10 سنين فليكسبل فلات فوت، سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ اسيمتوماتيك هنسيبه. سيمتوماتيك في حل بسيط جدا، نعمل حاجه اسمها ارثرو اريسس، هنشوفه دلوقتي. حط سبتيلر سبيسر يرفع التيلس لفوق يعدل الفورفوت ابدكشن، ونسيبه لحد السكيليتال ماتوريتي اوف ذا بيشنت، يكون الفوت كبرت في الوضع المظبوط ومنتين الكوركشن بتاع الارش. طب لو هو ريجيد يبقى ده غالبا كواليشن، وده محتاج ريسكشن للبار مع كوركتيف اوستيوتومي. ما ينفعش ريسكشن للبار بس، لو انا عملت ريسكشن للبار بس في التيلو كالكينيا الكواليشن وسبت الديفورميتي زي ما هي، هخلي العيان اوحش من الاول، لان هو عنده فالجس ديفورميتي اصلا والسبتيلر بقى بيتحرك فيخش في مور فالجس ومور بيل. يبقى هعمل له ريسكشن وكوركتيف اوستيوتومي. ده لو العيان ادوليسنت. لو العيان يونج ادلت، ريجيد ولا فليكسيبل؟ فليكسيبل ما عادش ينفع له خلاص الارثرويريسيس، يبقى اعمل له كوركتيف اوستيوتوميز وهنتكلم عليها. ريجيد يبقى حسب الكوز. لو كواليشن غالبا في سن اليونج ادلت بنعمل فيوجن، ما بنعملش ريسكشن اوستيوتوميز غالبا بعد 20 سنه بنعمل غالبا فيوجن، وان كان الكلام ده كونتروفيرشال شويه. طيب اولد ايج او 60 مثلا 50 هنعمل ايه؟ لو فليكسيبل يبقى انا هعمل مالتيبل اوستيوتوميز. هيفرق ايه بقى عن اليونج ادلت؟ زائد سوفت تيشو ريكونستراكشن. انا مش متوقع ان لو انا عنده 22 سنه مثلا ان هو عنده التيبياليس بوستيريور فيها مشكله، ولا ان الاسترنجمنت في ديجنريشن، لكن يبقى عنده 50 سنه لا، انا كده محتاج اعمل سوفت تيشو كمان. يبقى لو هي فليكسيبل هيبقى زي اليونج ادلت وهنزود عليها السوفت تيشو بروسيدر. طب لو ريجيد حسب برضه، لو كواليشن هنعمل فيوجن، لو ارثرايتس هنعمل فيوجن، لو روماتويد هنعمل فيوجن. ماشي كده؟ ده البرين ماب بتاع طريقه تفكيرنا في الدايجنوزز والديفرنشال دايجنوزز والتريتمنت اوبشن جنرالي بتاع الفلات فوت ديفورميتي. هنيجي نبص على الايه، على الكلام اللي ممتع بالنسبه للجراحين. هو دايما المشكله في الجراحين بالذات في الاول الحياه المهنيه بتاعتنا كلنا، انا عايز اعرف دي بتتعمل ازاي، عايز اعرف اعملها. اهم حاجه عايز اعرف اعملها، اعمل دي بتتعمل ازاي. بس تكبر شويه بقى تزداد الحكمه شويه، انت مش مهم بتعملها ازاي، هي المهم انت بتعملها امتى. الاول انت بتعملها امتى وبعدين بتعملها ازاي، هو ده المهم. هو العام محتاجها ولا مش محتاجها؟ لو عملت تكنيك هايل ومش انديكيتد مش هيبقى نتيجه كويسه. فالكلام اللي قلناه ده بيبقى بيزك كده، ساعات مابقاش ممتع قوي للناس، بس هو ده اللي هنبني عليه الجزء الممتع اللي جاي في المحاضره. طيب الارثرويريسيس، الارثرويريسيس ده هو ان انا بحط سب تيلر سبيسر تحت بين التيلس والكالكينيس من لاترال ابروتش في الساينس ترساي من لاترال انسيجن حوالي سنتي كده. خلاص، ايه الفكره؟
الفكره ان انا الارثروليز ده بيمنع ان التيلس تنزل لتحت وبيمنع ان الكالكينيس تخش في ايفيرجن. فانا عالجت الايفيرجن وعالجت الساجنج بتاع التيلس وخلاص الديفورميتي كلها اتظبطت. ممكن ازود عليها جاستروكنيمس ريسيشن لو هي تايت واسيب العيان بقى يكبر من 10 ل 14 سنه في الكوركتد بوزيشن عشان الكوركشن يبقى مينتيند والجروث يبقى مينتيند في الايه في النايس النايس كوركتد بوزيشن. الميكانيزم اوف اكشن الارثوريسيس ده كونتروفيرشال. في حاجه اكيده ان ده ميكانيكال ايفكت. انا حاطط حاجه منع التيلس تنزل تحت منع الكالكينيس تخش في ايفيرجن ميكانيكال ايفكت. الحاجتين التانيين اللي هم الناس بيتكلموا عليهم لكن ما تلاقيهمش في الليتريتشر قوي هو الجايدد جروث زي الهيمي ابيفيزيس كده هيمي ابيفيزيوديسيس. انك انت حطيت الفود في الكوركتد بوزيشن فهي بتكبر من 10 ل 14 سنه هتكبر اصلا في الكوركتد بوزيشن. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هي بيقول لك بتحسن البروبريوسبشن بتحسن البروبريوسبشن. فزي ايه نيوروماسكولار كنترول على الفوت كده ان هي تظبط وضعها. وده برضو كلام ثيوريتيكال ما عليهوش ايفيدنس قوي انما يعني دي الميكانيزم اوف اكشن اوف ارثروريز. طيب بيتعمل ازاي؟ نخش بجايد واير بيركوتينيوس في الساينس ترسال ونخش بدايليتورز لحد ما واحد يبقى بريس فيت ونعمل دورس فليكشن نلاقي الهيل ما بيخشش في ايفيرجن. تمام كده؟ يبقى فتحه سنتي فوت الجايد واير نفتح السوفت تيشو بالموسكيتو نفضل نخش بدايليتورز لحد السايز المظبوط وبعدين نحط الامبلانت زي كده. الامبلانت المفروض يخش لغايه فين؟ المفروض يخش لغايه اللاترال تيلر نيك زي ما احنا شايفين هنا كده اهو. خلاص ده الامبلانت اهو داخل بالجايد واير في الساينس ترساي قدام البوستيريور فاسيت بين البوستيريور فاسيت والميدل فاسيت لحد ما اللاترال اند اوف ذا بروثيسيس تبقى على اللاترال وول اوف ذا تيلس في الفوت اي بي فيو. بروسيدور سهل جدا ما بياخدش وقت. وادي شكله في اللاترال فيو زي ما احنا شايفين اهو السبيسر في الساينس ترساي يمنع التيلس تنزل كده. خلاص التيلس ما ينفعش تاني تنزل في فلات فوت بوزيشن ولا الكالكينيس ينفع تبقى ايفيرتد. ده عامل زي بلوك كده وزي ما انتم شايفين في ديستراكشن شويه في السبتيلر بس ده انترا اوبرتيف لما العام بيبقى ويت بيرنج بعد كده الديستراكشن ده بيقل. وادي شكل الوند ما خلصنا بس غرزتين فقط وممكن نعمل ريسيشن كمان. تمام كده؟ ادي اهو الاكس راي. لا دي حاجه ثانيه. طيب يبقى احنا كده اهو شفنا الارثرو اريسيس. الارثرو اريسيس حل في الفليكسبل فلات فوت عند سن 10 سنين 11 سنه 9 سنين خلاص ده الوقت المناسب بتاعه. اليوز بتاع الارثرو اريسيس ان ادلتس هو از فيري فيري كونتروفيرشال. ميزته في الاطفال ان هو الريزلت بتاعته كويسه ايزي بروسيدور تقدر تعمل الناحيتين الاثنين مره واحده ودي حاجه مفيده جدا. لو الولد جالك عنده 18 سنه عنده بايلاترال فلات فوت تقدرش تعمل الاثنين مره واحده. عنده 10 سنين الاثنين مره واحده. طيب ايه البوست اوبرتيف بتاعه؟ بنحطه في كبيره اسبوعين لثلاثه لحد ما يحصل سوفت تيشو هيلينج على الارثرو اريسيس امبلانت وبعدين بعد كده نسمح بالجراديوال ويت بيرنج والفيزيوثيرابي. العيان يا جماعه بعد الارثرو اريسيس ما يبقاش قادر يمشي المشيه المظبوطه. في مشكله في البروبريسبشن بتكون حاصله. الواد ماشي زي الانسان الالي كده بيحتاج فيزيوثيرابي شهر لشهرين على ما يمشي كويس. فده عادي حد فيكم يعني اول ما الواد يمشي بعد ما تشيله الكبيره بيمشي شكل غريب جدا بعد شهرين المشيه بتكون ظبطت. طيب بعد كده دخلنا على ايج تاني شويه 15 سنه 20 سنه 30 سنه يونج ادلت عنده فليكسبل هنعمل له ايه بقى؟ خلاص عندنا مالتيبل بروسيدور دلوقتي عايزين ننقي منها. هل عنده محتاج سوفت تيشو؟ لا مش محتاج سوفت تيشو. مش مفترض ان عنده تيبيالس بوستيريور انسفيشنسي، مش مفترض ان عنده سبرينج ليجامنت ديجنريشن. يبقى المهم دلوقتي ان انا اعمل له ايه؟ ري الاينمنت اوستيوتوميز. خلاص هنيجي نتكلم بعد كده بالتفصيل شويه بس احنا فهمنا هيبقى ري الاينمنت اوستيوتوميز من غير سوفت تيشو. ينفع له ارثوريسيس؟ لا ده خلاص كبر على الايه؟ كبر على الارثرو اريسيس. دي عيانه ايه؟ زي ما انتم شايفين يونج ادلت اتحط لها ارثرو اريسيس زي ما انتم شايفين ادي الصوره البري اوبرتيف على الناحيه الشمال ادي البوست اوبرتيف
وعملنا جاستروكنيمس ريسيشن. طيب يبقى كده خلصنا. لو الولد عنده young adolescent وعنده flexible flat foot، عنده rigid هنعمل له resection للcoalition واستيوتومي. طيب نيجي بقى للcorrective استيوتومي، اكتر موضوع لذيذ والناس عايزة تسمع فيه شوية كلام عن ايه اختار اني استيوتومي. الجولدن رول، محدش يحاول ان باستيوتومي واحدة يعدل كل حاجة. احنا عندنا كذا مشكلة، عندنا هايند فوت فالجس، عندنا فور فوت ابدكشن، عندنا فور فوت سوباينيشن، ده البوني سوفت تيشو تايت جاستروكنيميس بلس اور ماينس لو العام كبير في السن تيبيالس بوستيرو وسبرينج ليجامنت. هي دي المشاكل الموجوده، بوني وسوفت تيشو. طيب عايزين كل واحده من دول مشكله لوحدها تتحل ببروسيدجر لوحدها، ما ينفعش نعمل حاجه واحده. في ناس دايما بتحب تعمل لاترال كولم لينثنج يعالج كل حاجه، لا ما ينفعش الكلام ده. لازم كل حاجه، كل مشكله في الالاينمنت لها الستيب بتاعتها. مثلا العين عنده هايند فوت فالجس، عادله ازاي؟ ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي، هايند فوت فالجس ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي عشان ادخل هيل لجوه. دي دلوقتي عندها هايند فوت فالجس محتاجه ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي. طيب هنا في فور فوت ابدكشن، احنا شايفين هنا تيلو نافيكولار ان كفرج والتيلس فيرس ترسل انجل مش على نفس اللاين، ده عنده محتاج استيوتومي ايه للديفورميتي دي؟ لاترال كولم لينث. يبقى هايند فوت فالجس ميديال ترانسليشن استيوتومي فور فوت ابدكشن محتاجين لاترال كولم لينث. فور فوت سوباينيشن زي كده، بعد ما عدلت انا الهايند فوت لقيت الفور فوت بقت سوباينيتد، محتاج كوتن استيوتومي. ايه هي كوتن استيوتومي؟ دورسال اوبننج استيوتومي ويتش في الميديال كيونيفورم عشان انزل الفيرست ري لتحت. طيب والاكيلس تايتنس زي ما قلنا مهم جدا جدا جدا. يبقى ديت الحاجات البون، ميديال ترانسليشن اوستيوتومي، لاترال كولم لينثنج، كوتن اوستيوتومي، سوفت تيشو اكيلس تايتنس نشوفه ولو محتاج نعمل له ريسيشن، زائد بقى ان احنا لو العيان اولد نشوف السبرينج ليجامنت والتيبيالس بوستيريور. انا بكرر نفس الكلام، هو ده المهم، ده اهم حاجه، لازم عارف ايه الحاجات اللي هتعمل لكل عيان حسب الدياجنوستس بتاعه. في حاجات تانية ممكن تفرق معايا، لو الجوينتس ارثريتيك اصلا ده كده خلاص فيوجن. لو الانكل فالجس ده كلام ادفانسد قوي مش هنتكلم عليه في المحاضره دي. يبقى ده اوستيوتوميز او فيوجن في البون والسوفت تيشو. نجمع ايه هي الاوستيوتوميز؟ ميديال ديسبيسمنت كالكينيال اوستيوتومي للهايند فوت فالجس، لاترال كولم لينثنج للفور فوت ابدكشن، كوتن اوستيوتومي للفور فوت سوبرينشن. كلام واضح يعني، واضح وسيستماتيك. ديت الميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي. ايه فايده الميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي؟ هل احنا بنعدل الليل اللي دخله ميديال بس عشان شكل الرجل يبقى حلو؟ لا طبعا، احنا بنشفت الاكيل ستندون بول تروح ميديال، فما تاخدش الهيل في فالجس. الهيل هو في فالجس، التندو اكيلس انسيرشن از لاترال، فمع كل بلانتر فليكشن التندو اكيلس بيشد الهايند فوت ان مور اند مور فالجس. فبالتالي انا لازم بعمل ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي عشان احرك التندو اكيلس انسيرشن مور ميديال، يقوم ما يعملش ايفيرجن، ما يعملش فالجس مع البلانتر فليكشن. تاني حاجه الويت بيرنج بوينت، انا في حاجه اسمها جراوند رياكشن فورس. لو جراوند رياكشن فورس بتاع الفوت على الارض طالع لاترال للسبتيلر هيعمل فالجس، لكن انا لو نقلت الويت بيرنج بوينت دي مور ميديال مش هيبقى فيه فالجس ثراست مع الويت بيرنج. تمام؟ يبقى هي كالاستيوتومي مش كوزميتيك استيوتومي، لا هي بتعمل ميكانيكال افكت مهم جدا في الفلات فوت ديفورم. طيب تعملها ازاي؟ ممكن اعملها اوبن وممكن اعملها ميني انفيزيف. الاوبن بتعمل منفتحه زي كده، اوبليك استيوتومي بيهاي اوبليك انسيجن بيهايند اند بارالل اللي البرونيال تندونز، وبقى اعمل اوبليك اوستيوتومي واعمل لها ترانسليشن حوالي 12 مللي واثبتها بمسمار او اتنين. في ناس بتثبت ببليت، بس البليت از اسوشيتد وذ هاي ريت اوف ووند كومبليكيشنز، فانا الحقيقه على نفسي يعني انا ما بحبوش، انا بحب اعمل 1 اور 2 سكروز ما بحطش البليت ديت خالص. فممكن اعمله اوبن من الفتحه اللي انتم شايفينها دي. طب في حلول جديده؟ ايوه في حلول جديده، ان انا اعمل دلوقتي اهو مسكناها بمسمار زي ما احنا شايفين. طيب او تو سكروز زي كده، عملنا الاوستيوتومي
وده اللاين اوف اوستيوتوم احنا شايفينه هنا و اهو ترانسليشن ميديالي ومسكنا ب 1 اور 2 سكروز. هل في طريقه ثانيه؟ ان انا اعملها بمينيمالي انفيزيف، دي حاجه جديده ريسنت. بنعمل مينيمالي انفيزيف، ادي اللاين اوف اوستيوتوم اللي احنا عايزينه، وبنعمل بيركوتينيوس اوستيوتومي زي ما احنا شايفين كده، بيركوتينيوس انسيجن، بحيث ان ونخش بحاجه اسمها البير، خش بالبير والبير هو اللي يعمل الاوستيوتومي، بالبير نعمل الاوستيوتومي خلاص، ونعمل لها ترانسليشن ونثبتها بالمسمار بيركوتينيوس. احنا استفدنا ايه كده؟ استفدنا ان احنا قللنا الوند كومبليكيشنز، وقللنا السوفت تيشو كومبليكيشنز اللي حصلت، وبعدين بنسمح ان احنا نعمل كذا اوستيوتومي في نفس الوقت. يعني زي ما قلنا ان احنا بنحتاج نعمل كذا اوستيوتومي، لو كل اوستيوتومي عملناها بفتحه 5 سنتي الرجل يبقى فيها مالتيبل انسيجن، ده بيساعد ان احنا نبقى عاملين الاوستيوتومي من فتحه صغيره، فبالتالي ده ما ياثرش على السوفت تيشو انفلوب، ونقدر نعمل كذا فتحه ثانيه من غير مشكله. ده الاوستيوتومي هي بعد ما خلصناها وهنعمل لها غالبا يا جماعه احنا بنبدا من بروكسيمال تو ديستال، زي اي ديفورميتي لازم نبدا من بروكسيمال تو ديستال. طيب يبقى ده الميديال ترانسليشن اوستيوتومي. طب اللاترال كولم لينثنينج، اللاترال كولم لينثنينج بيتعمل في ستاينس ترساي في كذا طريقه، مش هنخش في التفاصيل دلوقتي. ممكن يتعمل سنتي ورا الكالكيني كيوبويد، ممكن يتعمل بالظبط في الانجل والكيسان، المهم ان انا هعمل لاترال كولم لينثنينج عشان اعالج الفور فوت ابدكشن. طيب هحط جرافتي منين؟ انا محتاج اطول 8 مللي ل 10 مللي. طيب احط جرافتي منين؟ في ناس بتحط ايليك كريست جراف، انا بحب كده، في ناس بتحط فيبولار جراف، في ناس بتحط سينثيتك بون جراف، في ناس بتحط بليت بويدج زي بتاعت الايه الهاي تيبيال اوستيوتومي موجوده، بس انا ما احبهاش برضو عشان بتعمل سوفت تيشو ديسكشن كتير، وزي ما قلنا احنا محتاجين نعمل كذا اوستيوتومي في نفس الوقت، فما بقاش عايزين احنا نكبر الانسيجن قوي. فانا غالبا بحط بعمل الاوستيوتومي في الانجل والجسام، وبعمل ديستراكشن حوالي 8 مللي ل 10 مللي، وبحط ايليك كريست جرافت في ال 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 في الديستراكشن اللي حصل ده في السبيس اللي اتكون خلاص زي كده. ادي عملنا الاوستيوتومي وعملنا لها الديستراكشن وحطينا البون جرافت، وزي ما انتم شايفين هنا، شايفين البون جرافت اهي اهي، البون جرافت هي دي كلها شايفين كده، بريس فيت جرافت من غير اي انترنال فيكسيشن اهو، يا رب تكون واضحه عندكم اهي، جرافت اهي تمام، بريس فيت من غير اي انترنال فيكسيشن، هي بريس فيت ستيبل، تلحم بسرعه، الايليك كريست جرافت بيلحم بسرعه خلاص، فبالتالي ده بصراحه بيدي جود ريزلت وفتحه صغيره، فانا بصراحه بحب التكنيك ده جدا. يبقى دي العينه اهو، كنا عاملين له ميديال ترانسليشن كالكيني الاوستيوتومي، وبعدين عملنا lateral column lengthening. وادي فتحه اللاترال كولم. محمد معلش. ايوه دكتور عاطف. بتعمل الديستراكشن بايه؟ بالديستراكتور ده، بيبقى في ديستراكتور مخصوص اللي هو ده. ده او ممكن بلامينا سبريدر. تمام. اتفضل. ممكن بنعمل سبريدر، وممكن في ديستراكتور مخصوص للفوت اند انكل اسمه وفاتحين دي، بس احنا يعني مش متوفر في معظم الاماكن، فانت ممكن تحط لامينا سبريدر بالذات لو العيان يانج. هي مشكله لامينا سبريدر بس لو العيان اوستيوبوروتيك جدا، اوستيوبوروتيك جدا، بيبقى ساعات اللامينا سبريدر بيعمل كراشنج فيقلل الاماونت اوف ديستراكشن اللي انت عملته، انما يعني غير كده ممكن يستعمل برضه. تمام كده؟ وادي العيان اهو زي ما انتم شايفين. عملنا له ميديال ترانسيشن كالكيني الاوستيوتومي من فتحه صغيره، لاترال كولم لينثنينج من فتحه صغيره، احنا عملنا التو اوستيوتوميز من الفتحتين الصغيرين دول، فبالتالي احنا بنسيف السوفت تيشو انفلوب عشان نقدر نعمل مالتيبل بروسيدور في نفس الوقت. طيب كوتون اوستيوتومي بعد ما بنخلص يا جماعه غالبا بيكون حصل فور فوت سوباينيشن، غالبا نتيجه ان كان في كومبنساتوري سوباينيشن في الاول نتيجه الفالجاس، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان اللاترال كولم لينثنينج نفسه بيعمل سوباينيشن، فبنعمل نعمل الكوتن اوستيوتومي دورسال اوبننج ويدج في الميديال كيونيفورم زي ما احنا شايفين هنا كده اهي، وبحط فيها برضو الياك كريست جرافت من فتحه صغيره خلاص. طيب هل في اوبشن تاني للفور فوت سوباينيشن غير الكوتن اوستيوتومي؟
بالذات لو العيان عنده فلات فود ديفورميتي مع هالوكس. ان انا بعمل لابيدوس، لابيدوس دي اللي هي فيرست تارسو ميتاتارسال فيوجن، فيرست تارسو ميتاتارسال فيوجن، بعد منها الهالوكس فالجس وبعد منها الفور فود سوبينيشن في نفس الوقت. فانا بدخل الميتاتارسال انتومور يعني بعد الميتاتارسس برايمس فارس وبعد السوبينيشن. تكنيكالي طبعا صعبه شويه ان انا بصلح في تو بلينز، محتاجه وقت كده ومحتاجه تدريب، لكن بتبقى كويسه جدا. عدلنا الهالوكس فالجس وعدلنا الفلات فود في نفس الوقت زي ما انتم شايفين هنا في الاكس راي دي. ودي اكزامبل تاني، عيانه عندها فلات فود. شوفوا يعني عايز تشوف الاكس راي دي معايا كويس، لان ديت تجمع كلام اللي احنا قلناه كتير. العينه كان عندها اهو شايفين التيلس، تيلس فيرست ميتاتارسال انجل كولابس، ده كولابس تمام، وعندها فالجس طبعا، وعندها هالوكس فالجس، وعندها تيرونافيكولار انكفرج، وعندها كل حاجه. نعمل ايه؟ اهي الفور فوت ابدكشن، لاترال كولم لينثنج، اهي شايفين اللاترال كولم لينثنج بعد اليونيون بشكلها حلو جدا. طيب عندها سوباينيشن مع هالوكس فالجس، عملنا اللابيدوس اوبريشن وشلنا الاكسسوري نافيكولار اللي هنا وحطينا انكور للتيبالس بوستيرور، عملنا ادفانسمنت. ده الويت بيرنج اكس راي بعد 6 شهور. شايفين التيلس فيرس ميتاتارسال انجل عامله ازاي ان كومباريزون للبري اوبر؟ شايفين نتيجه ممتازه. عملنا كل ده هو سنجل سيشن، ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي، لاترال كولم لينثنج، لابيدوس ايكن اوستيوتومي كمان لو حد كان واخد باله هنا، ريسكشن للاكسسوري نافيكولار، ري اتاتشمنت تيبالس بوستيرور، كل ده سنجل عشان اعمل كده لازم اكون سريع عشان ان كده اتصلح حاجات. بفتح فتحات صغيره وبحافظ على السوفت تيشو علشان ما يحصلش سوفت تيشو كومبليكيشن من كل البروسيدور اللي عملناها دي. طيب ايه السوفت تيشو؟ جاستروكليماس ريسيشن. تاني بنكرر جاستروكليماس ريسيشن، جاستروكليماس ريسيشن، جاستروكليماس ريسيشن، مهمه جدا جدا جدا. لو انا مسد الكلام ده ممكن عينين كتير من العينين ما ينبسطوش بسبب ان انا بس سبت خطوه بسيطه جدا ما تاخدش خمس دقائق. اف دي ال ترانسفير، لو العيان ميدل ايج تيبالس بوستيرور مش فانكشنينج كويس باخد الاف دي ال وانقلها للنافيكولار، يا اما بنقلها في النافيكولار بتانل زي ما احنا شايفين هنا، او بصراحه اللي انا بفضله لو في ديستال ستامب من تيبالس بوستيرور بخيطها سايد تو سايد في الديستال ستامب اوف تيبالس بوستيرور. ليه؟ اول حاجه عشان خلاص التيبالس بوستيرور ديت اوريدي ماسكه في العظم كويس. تاني حاجه ان انا ببقى ماسكه يعني بتبقى الانسرشن بتاعها مور لاترال، مور يعني مور ميديال، فالليفر ار طويل لما ثانيه واحده بس، فالليفر ار بتاعها طويل. لو انا دلوقتي نقلتها في تانل، التانل ده بيبقى حوالي سنتي من الميديال اند اوف ذا نافيكولار، وبالتالي بيبقى الليفر ارم بتاعه اقل شويه، فميكانيكالي احسن ان اخيطها سايد تو سايد في التيبياليس بوستيريور لو التيبياليس بوستيريور از اوكي، ديستال ستامب بتاعها اوكي. وهو غالبا الجزء الديجنريتد في التيبياليس بوستيريور بيبقى على بعد 2 ل 3 سنتي من الايه؟ من الانسرشن، غالبا اخر 2 سنتي دول بيبقوا كويسين في معظم الحالات يعني. طيب ايه حاجه تانية اللي قلناها في السوفت تيشو؟ السبرنج ليجامنت. دي عيانه يا جماعه ويت بيرنج اكس راي، تفتكروا التيلس كده ممكن تنزل كده وفي يبقى في ستيب بينها وبين النافيكولار الا لو سبرنج ليجامنت انجرد؟ لا طبعا، اكيد السبرنج ليجامنت هنا في مشكله، يبقى انا لازم اعمل ريبير للسبرنج ليجامنت في العيانه دي. يبقى انا خلصت البوني وبعدين اعمل السوفت تيشو، سبرنج الاكيلس، التيبيالس بوستيرير، وبعدين السبرنج ليجامنت لو هو انا حاسس انه افكتد، او على الاقل لو العيان اولد ايج لازم اعمل له اكسبلوريشن. هو سهل على فكره بيتشاف يعني ما فيهوش مشكله. الصور راحت تاني. طيب انا بس هقفل البرزنتيشن وافتحها تاني. مش دي ابريك كده بس. طيب ماشي، هتظبط يعني حاجه؟ طيب يا جماعه نستغل البريك دوت، بنقول لكم انه بكره اجازه الحد، بقيه الاسبوع مكملين
الاثنين والثلاث واربع وخميس. بنقول لكم بيوم الاثنين معانا محاضره قنبله يعني للدكتور محمد عبد الرحمن استاذ اورام العظام بيجهز لكم محاضره قنبله. انا بقول لكم فعلا محاضره قنبله. يوم الثلاث محاضره قنبله برضه الدكتور ماجد سامي استاذ جراحات الكتف والدكتور محمد ابو العطا الاستشاري برون كلينك في المانيا عامل لكم محاضره فير انتريستينج بعنوان شولدر ارثروبلاستي ميد ايزي، يعني هيسهلوا عليكم الامور خالص ان شاء الله. وان شاء الله يوم الاربع الميعاد الاسبوعي مع الاستاذ دكتور اسامه حجازي الجزء الثالث من البيدياتريك فراكشرز. يوم الخميس طبعا كل سنه طيبين هيبقى يوم 28 رمضان استاذ الدكتور محمد الاشهب رئيس قسم جراحه العظام في طب بنها وهيكلمنا عن الاوفر فيو اوف فراكشر استابلم. فيعني اسبوع دسم والدسمه كلها بدات النهارده مع الدكتور محمد مختار. اعتقد انه رجع تاني. انا رجعت يا باشا. طيب اتفضل معلش. سوري معلش على التكنيكال بروبلم ديت. لا خير خير كله تمام. طب السبرينج ليجامنت ده هو بس المشكله الناس متخيله انه حاجه صغيره كده ومش باينه ومحدش هيشوفها. لا ده هو كبير. سبرينج ليجامنت اول ما انت تعمل ريتريس بوستيريور تندون او ريسكشن لو كده ديجنريتد تلاقي السبرينج ليجامنت واضح جدا. وادي التير اهو اللي جوه السبرينج ليجامنت تلاقي تير فعند السبرينج ليجامنت مكان مسكته مع النافيكو. ادي السبرينج ليجامنت اهو وادي تير جوه السبستانس بتاع السبرينج ليجامنت. وادي في حاله ثانيه برضه اهو شوف شايفين ده السبرينج ليجامنت اهو وادي التير اهو وادي واحنا بنخيط التير ثاني في النافيكو. هيبقى واضح بس محتاج بس الواحد يبقى اورينتد بالاناتومي شويه. طيب وادي العيانه بعد ما عملنا لها ايه بقى ثاني نفس الكلام بوني بروسيدور ميديا ترانشنكل كينيوستوتومي لاترال كولم لينثنينج عملنا لها لابيدوس لان كان عندها سوباينيشن مع هالوكس فالجاس خلاص وعملنا لها سبرينج ليجمنت ريبير واف دي ال ترانسفير. وادي الفرق بين البلين اكس راي الستاندنج بري اوبرتيف وست شهور بعد العمليه. ادي التيرو نافيكولار رجع تماما اهو تيروس فيرست مترسل انجل راجعه كل حاجه تمام. اهم حاجه انا عارف انا عملت ايه للعيانه دي ما عملش اندر تريتمنت ولا اوفر تريتمنت ولا رونج تريتمنت. طب لو العيانه ارثريتيك يبقى انا هعمل فيوجن خلاص. الفيوجن يا اما اعمل تريبل كلنا عارفينه او اعمل دبل. ايه هو الدبل؟ ان انا اعمل تيرو نافيكولار وكالكيني وسبتيلر بس. وانا في الحقيقه في معظم الحالات بفضل كده ان انا اعمل سبتيلر جوينت وتيرو نافيكولار جوينت بس وما اعملش الكالكيني كيوبايد الا لو انا محتاج او الديفورميتي جامده قوي بعمل التريبل. لكن انا غالبا بعمل دبل فيوجن زي في الحاله دي كده عيانه فيري ارثريتيك عندها سب كوندرال ايروجن في السبتيلر جوينت والتيرو نافيكولار جوينت فيري بين فور رينج اوف موشن. فدي خلاص شايفين عيانه فيري اوبيز اولد ايج فيري ارثريتيك فخلاص دي بنعمل لها دبل فيوجن سبتيلر فيوجن وتيرو نافيكولار فيوجن زي ما احنا شايفين كده. هنعرض بعض الكيسز كده عشان نشوف يعني نراجع مع بعض الفيلوسوفي. ادي عيانه عندها هايند فوت فالجاس وعندها هالوكس فالجاس خلاص ما عندهاش فور فوت ابدكشن ما عندهاش فور فوت سوباينيشن. يبقى انا مش لازم اعمل لها الكلام ده. يبقى محتاجه كالكيني الاوستيوتومي واوستيوتومي للهالوكس فالجاس بس فقط. هل ينفع اعمل هالوكس فالجاس بس؟ لا لان هيحصل له ريكرنس نتيجه الهايند فوت فالجاس. فانا محتاج اعدل الهايند فوت فالجاس والهالوكس فالجاس بس خلاص. ادي عملناه اهو كالكيني الاوستيوتومي مينيمالي انفيزيف كالكيني الاوستيوتومي للهالوكس ودي كوركشن والعينه كلينيكالي لما جت تعمل الناحيه الثانيه. عدلنا الهايند فوت ديفورميتي وعدلنا الميد الهالوكس فالجاس ديفورميتي بس. بعمل للعيان المشكله اللي عنده هو مش اكتر من كده. هل العيان دي تعملها لاترال كولن لينترنج؟ لا ما يتعملهاش هي ما عندهاش فور فوت ابدكشن اصلا. طيب هايند فوت فالجاس جامد قوي فور فوت ابدكشن جامد جدا لوس اوف ارش فور فوت سوباينيشن تايت جاستروكنيمس. يبقى هنعمل له ايه؟ ميديا ترانسشنال كالكينال اوستيوتومي لاترال كولن لينترنج كوتون اوستيوتومي جاستروكنيمس ريسيشن. العيان ده عنده 19 سنه هيحتاج تيبيرس بوستيريور او سبرينج ليجمنت؟ لا يبقى هما كده بس. ادي الكلينيكال ادي الكوتون اوستيوتومي اهي وادي الالاينمنت بعد ما عملنا له ناحيتين عملنا ناحيه وبعد ست شهور ناحيه
وادي الالاينمنت اهي، وده جرح الكتف الاوستيوبيك كله اتعمل سنجل ستيج، يعني كل رجل اتعملت سنجل سيشن كله على بعض ثلاثه اوستيوتوميز وجاستروكنيمس ريسيشن. طيب حاله ثالثه عندها 24 سنه، عندها فلات فود ديفورميتي، عندها هالوكس فالجس. زي ما انتم شايفين هالوكس فالجس ده يعني فيري سيفير ديفورميتي. هعمل لها ايه؟ عندها فورفوت ابدكشن كمان. يبقى هنعمل ايه؟ دي حاله كنا شفناها من شويه برضه. يبقى هنعمل ميديال ترانسيشنال كينال اوستيوتومي، لاترال كولم لينثنينج، لابيدوس اوستيوتومي عشان اعدل التو ديفورميتي في نفس الوقت، ايكن اوستيوتومي. والحاله دي محتاجه سوفت تيشو عشان عندها اكسسوري نافيكول رغم انها صغيره، عشان الاكسسوري نافيكول خلاص. وادي الايميديت بوست اوبراتيف فولو اب، وادي كلينيكالي بعد ما خلصنا شايفين الهالوكس بتاعها بقى شكله ازاي اهو، والهايند فود بقى شكلها ازاي بالنسبه للاول تمام. وادي الاكس ري بتاعتها اللي شفناها من شويه خلاص. وادي كلينيكالي الناحيه اللي اتعملت والناحيه اللي لسه هتتعمل بعد كده، فرق كبير بين الاثنين مع ان دي كانت مور سيفير ديفورميتي قبل كده تمام. بشكركم جدا جدا جدا، اتمنى ما اكونش طولت عليك قوي، اتمنى الموضوع يكون كان ماشي سيستماتيك وكويس. لو حد عنده سؤال يا دكتور عاطف انا مع حضرتك. هنبتدي نتلقى الاسئله دلوقتي يا محمد. فتحنا الدكتور عاطف باب الشات للناس كلها اللي عايز اسئله، بس طبعا الاول لازم نشكر دكتور محمد يعني على المحاضره، فعلا فيري فيري انتريستنج. يعني انا عايز اقول لك ان اول حاجه جت لنا دلوقتي واحد بيقول يا ريت الدكتور محمد يكمل لنا الفوت اند انكل كله. يا باشا تحت امركم. يا سلام. فطبعا لو فاضيين نكمله النهارده يا بيه عادي. ربنا يخليك. وطبعا يعني لا بجد فعلا محاضره يعني جميله، وكانت يعني الواحد ما كانش ما حسش بيها ومش عايزها تخلص الحقيقه. وطبعا دكتور عاطف معاك بقى يبتدي ايه يقول لك. طبعا رسائل الشكر كلها نازله ترخ عليك يعني ترش عليك. دكتور عاطف اتفضل يا دكتور عاطف. طبعا يا محمد ما خيبتش املنا فيك، والحمد لله كانت محاضره رائعه كعادتك. وربنا يجازيك خير عن كل حد استفاد من هذه المحاضره. في بعض الاسئله ابتدت تيجي. اولا حد بيقول لك ممكن نستخدم فيرتيكال سكرو بدل في موضوع الارثرو اريستيز. ممكن، انا ماليش اكسبيرينس شخصيه فيه، ماليش اكسبيرينس شخصيه فيه، بس في ناس انا اعرفهم في بنها وفي المنصوره بيعملوه. بس انا بحس ان هو يعني الارثرو اريسيز اللي هو السبتيلر بروثيسيز اللي بنحطه الكومبليكيشن ريت بتاعه اقل شويه وتكنيكالي اسهل. لكن لو حد ايده ماشيه في الكالكينيو ستوب بروسيديو ده مفيش مشكله، يعني مفيش مانع وموصوف، لكن انا عن نفسي شخصيا ما بفضلوش. How many screws fix the medial calcaneal osteotomy؟ واحد. ولو انت حسيت ان هي rotationally unstable بحط واحد تاني. Can we fix the lateral column lengthening osteotomy او procedure؟ طيب في ثلاث طرق للفيكسيشن. ان انا احط بليت بويدج، ودي بتحتاج ديسكشن كتير وبتعمل فريكشن مع البيرونيال تندونز فانا بحبزهاش. الطريقه الثانيه ان انا احط مسمار من قدام لورا او من ورا لقدام 4 مللي كانيوليتد ثرو ذا جرافت، ودي طريقه برضو موصوفه ودي اللي بيستعملوها في اوروبا كتير. الطريقه الثالثه انك انت تحط كي واير او انك تحط بريس فيت جرافت. انا بصراحه بحب البريس فيت جرافت، انما بقيه الطرق موصوفه برضو. تحط سكرو معدي في الجرافت، يا من قدام لورا يا من ورا لقدام. انا بحس ان ملوش لازمه، يعني ده احسن من البليت. البليت موجوده بس بتعمل بين وفريكشن مع البرينيال تندونز فانا ما بحبهاش. سؤال مني انا شخصيا يا محمد، وات اباوت الكالكينيو كوبويد جوينت في اللاترال كولم لينسنينج من ناحيه you don't like to fix it. You don't like to fix it لانه بيحدث ساعات سبلكسيشن في هذا الجوينت. صح يا بيه. لو انا هعمل الاوستيوتومي قدام شويه زي الاوريجينال ايفان، ممكن احتاج ان انا ابقى ترانسفيك واير، اخد واير ترانسفيكسنج الكالكيني كيبويد وانا بعمل ديستراكشن عشان ما يحصلوش ديسبليسمنت. بس لو انا عملت الاوستيوتومي ورا شويه عند الانجل اوف جيسان
غالبا ما بيحصلش كالكينيو كيبودنسيتي لاني بكون ورا الترانس سيرفايكال ليجمنت اللي هو الترانس سيرفايكال تيلو كالكينيا ليجمنت، فبيحصلش ديسبليسمنت كتير في الكالكينيو كيبود. كل ما ارجع ورا كل ما الكالكينيو كيبود مش هيحصل فيه مشكله. لكن لو انا وانا بعمل ديستراكشن لقيته بيحصل فيه سوبيريو مايجريشن للكالكينياس عند الكالكينيو كيبود، يبقى اعمل ترانس فيكسنج واير الاول وبعدين اعمل الديستراكشن. تمام. سؤال: what about tibialis posterior advancement in child and adult؟ ان tibialis posterior advancement في الادلت اللي هم الميدل ايجد وكده اللي هم التندون فيهم ديجنريتد ملوش معنى قوي، لانه بيزود البين. انت بتزود الاسترس على تندون اوريدي ديجنريتد، فمفروض ان انا لا اعمل تندون ترانسفير رينفورسمنت التندون تاني، لكن ما اعملش ادفانس. بالنسبه للتشيلدرن واليانج ادلتس لو عندهم اكسسوري نافيكولار اشيلها واعمل ادفانس، لو ما عندهمش اكسسوري نافيكولار فالكلام كونتروفيرشال شويه، لكن غالبيه الاراء وانا بعمل كده ان انا ما بعملش حاجه للتيبيالس بوستيريور في التشيلدرن واليانج ادلت لو ما فيش اكسسوري نافيكولار. What is the difference between double and single heel rise test؟ واضح الاجابه؟ واضح يا حبيبي. What is the difference between double and single heel rise test؟ بالنسبه للتيبيالس بوستيريور انسفيشنسي احنا بنعمله بالسنجل هيل رايز تيست. الدبل هيل رايز تيست احنا بنعمله عشان نشوف السبتيلر والعيان بيعمل تيب تونج بيتحرك في انفيرجن ولا ما بيتحركش في انفيرجن، لكن عشان احكم على التيبيالس بوستيريور فانكشننج ولا لا لازم سنجل هيل رايز تيست. هاو تو دو جاستروكليميس ريسيشن؟ ماشي. احنا بنفتح عند السمانه كده يا جماعه في البيلي كده بتاعت الجاستروكنيميس كده، بعد كده تحتها الرجل بترفع شويه، تحت البيلي دي على طول انا بفتح ميد لاين انسيجن. في ناس بتفتح ميديال انسيجن بس انا بحب افتح ميد لاين علشان افتح فتحه صغيره، وبعدين بتلاقي التندون تجيب الميديال اند بتاعه واللاترال اند بتاعه، بتلاقي التندون سوبرفيشال وتحته ريد ماسل، الحته دي ماسكولوتندينيس مش بيور تندون. بقوم قاطع التندون بالعرض واسمح ان المصل اللي تحته. ممكن في مره تانية بجيب فيديو للتكنيك. Can we did lapidus in 24 years old patient or only in old arthritic patient؟ لا اقدر اعمله في اي سن. 24 سنه ينفع يتعمل زي ما احنا شفنا العاده اللي احنا عاملينها دي عندها 25 سنه. هي اللابيدوس ايه الانديكيشنز بتاعتها؟ مش في سواء في الفلات فوت او في الهالوكس، ان الانتر متتارسل انجل اكتر من 20 او اكتر من 22. فلو الانتر متتارسل انجل اكتر من 22 انا اقدر اعملها عادي خالص مفيش اي مشكله. لو العيان عنده جنرالايزد هالوكس ديو تو جنرالايزد ريجامنتس لاكستي فالاوستيوتومي هيحصل منها ريكارنس فبعمل لابيدوس. لو انا بعمل فلات فوت مع هالوكس فممكن اعمل لابيدوس. لو العيان عنده ريكارنس، مثلا العيان عملت سكارف وريكارنت او شيفرون وريكارنت، ساعتها الحل الناجع بيبقى ان انا اعمل لابيدوس. فاللابيدوس عادي بيتعمل في اليونج ادلت مفيش مشكله، وفي ستاديز كتير بتقول ان هو دازنت افكت السبورتس بارتيسيبيشن، حتى العام بيقدر يجدي ويقدر يلعب رياضه مفيش اي مشكله، وحل سحري لمشاكل كتير في الهالوكس. بس هو تكنيكالي اتفضل تكنيكالي ديماندنج لابيدوس تكنيكالي ديماندنج. انت ممكن ما تعملش كوريكشن كويس، ممكن تعمل ما تظبطش البرونيشن سوبرنيشن كويس، ممكن تعمل دورسي فليكشن في الفيرست تري وانت بتحركه لاترال، ودي مشكله كبيره جدا. لو عملت ميتاتارسس برايمس اليفيتس وانت بتعمل لابيدوس العام بيجيله ترانسفير وتترسالجيا ويبقى اسوأ بكتير من قبل العمليه. فهي مهمه جدا وحل سحري في حاجات كتير، لكن هي تكنيكالي ديماند. هل انت بتعمل الجاستروكنيميس ريسيشن في كل الحالات؟ لو اي حاله وانا فارد الركبه الانكل ما بيجيش فوق ما بيجيش لحد 10 ديجريز دورسي فليكشن ولمتني الركبه يجيب بعملها،
لكن لو العيان من الاول وانا فارد الركبه بيجيب 10 ديجريز او اكتر دورسيفليكشن ما بعملهاش. لما بيجيبش 10 ديجريز وبتيجي وانا تاني الركبه بعمل. ايه تايب اوف امبلانت ان ارثرو اريسز؟ هو في سبتيلر سكرو ده سبتيلر امبلانت، هو ده سبتيلر امبلانت تيتانيوم، وفي ستانلس ستيل بس انا بستعمل التيتانيوم، وفي كذا شركه في مصر عندهم دلوقتي. How to know forefoot abduction and supination. Forefoot abduction ده بيبقى باين في الاكس راي زي ما شفنا telonavicular uncoverage والتيلس فيرست متاسل انجل مش كونتينوس، ده سهل. السوبينيشن هو اللي صعب، لان السوبينيشن انت مش ممكن تشوفه، لازم انت بتشوفه كلينيكالي ان الفوت سوبينيتد، ان الفيرست راي والفيفث راي مش على نفس الليفل، فيرست متاسل هيد فوق والفيفث متاسل هيد تحت كلينيكال، فده مهم جدا. ده سؤال حلو يعني، السوبينيشن ده كلينيكال لو واحد عنده سنس كويس، لكن الفور فوت ابدكشن راديولوجيكال يبقى واضح بالتيلو نافيكولار انكفرج والتيلفيرسال انجل ما تبقاش ان وان لاين. فور اكسيسيرو نافيكولار بون ريسكشن انكورز ار نيديد تو ري انسرت تيبالس بوستيرور تندون. على حسب، لو انا دلوقتي لقيت ان الاكسسوار نافيكولار كبيره ومعظم التندون ماسك فيها لازم اثبته من النافيكولار، ومعظم التندون ماسك في النافيكولار الكبيره يبقى مش لازم، فهي حسب الحاله، لكن لازم ابقى محضر، ما ينفعش اخش وانا معيش انكور. هل ينفع ان احنا نعمل لابيدوس بروسيدور حتى لو الفيرست راي نوت هايبر موبايل؟ ينفع لو الانجل اكتر من 20 او 22، او لو الديفورميتي ريكورنت، او لو معاه فلات فوت ينفع. اسيمتوماتيك فليكسيبل فلات فوت ان 10 years old child with accessory navicular what is the treatment? No treatment. Asymptomatic. Yes. Asymptomatic. 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 No treatment. إلا لو الديفورميتي سيفير قوي عنده 10 سنين وتحسن الديفورميتي جامدة جدا وأكيد بعد كام سنة هيشتكي نقوم نعمل له أرثرو إريسيس. لكن لو ديفورميتي يعني مش جامدة قوي وأسيمتوماتيك نو تريتمنت. أسيمتوماتيك أكسسوري نافيكولار نو تريتمنت. Rule of tenosynovectomy in tibialis posterior insufficiency. تينوساينوفيكتومي لوحده يعني بصوا يا جماعه اكستريملي رير ان تجيلنا حاله في الستيج دي ستيج 1 بقى ومش عارف كلام الكتب. الحقيقه العيان بيبقى عنده ديفورميتي جامده جدا وبيبقى التندون ديجنريتد، فصعب ان احنا نعمل تينوساينوفيكتومي بس، ولو عملنا تينوساينوفيكتومي بس وشيل وسيبنا الديفورميتي موجوده هيحصل ريكرنس للمشكله تاني، فيعني ما بحبش ان يبقى ده يتعمل as an isolated procedure. لكن يعني لو مع بوني كوركشن والتندون كويس وتعمل تينوساينوفيكتو من غير تندون ترانسفير اوكي، لو هو التندون هيلثي شويه عن 40 سنه ولا بتاع والتندون هيلثي وتعمله تينوساينوفيكتومي مع كوركتيف استوتوميز اوكي، انما تينوساينوفيكتوس بس كده تينوساينوفيكتو isolated treatment بس كده ما يعني ما فيش حالات قوي. When to do tendo Achilles lengthening not gastrocnemius recession. في الفلات فوت تقريبا مفيش indication ان انا اعمل كده. في الفلات فوت في حاجات تانية بقى الكيفاس السيفيري كواينس البوليو دي قصة تانية، انما في الفلات فوت ما بعملش formal زيد lengthening في التندو Achilles ابدا، دايما gastrocnemius recession مش محتاج. هو كان وي يوز فيبيولا في حالات الكيفس حالات الكيفس والبوليو. اتفضل يا دكتور عاطف. انا اسف. لا ابدا. كان وي يوز فيبيولا ان ارثرو اريسيس؟ الفيبيولا في الارثرو اريسيس دي ما اسمهاش ارثرو اريسيس، دي اسمها بقى اكسترا ارتيكولار ارثرو اريسيس. Yes. Extra articular arthrodesis مش arthro yeah.
بتتعمل في الباراليتيك ديفورميتيز في البيدياتريك زي السي بي، لكن انا عن نفسي ماليش بيرسونال اكسبيرينس فيها، ما بشتغلش انا ذيس كاتيجوري اوف بيشنتس، انا ما بشتغلش عليه. وكان اسمها جرايس جرين. ايوه جرايس جرين. تمام. الارثرو اريسيس هل هو ليه كومبليكيشن زي سبتيلر ارثرايتس مثلا؟ لا سبتيلر ارثرايتس لا، المور الموست كومن كومبليكيشنز بروتروجن انه يتحرك من مكانه وبرزيستنت بين، ده الاساس، وفي الحالتين انت هتشيله وخلاص. سؤال حلو جدا يا محمد، بيقول لك ازاي اشخص سبرينج ليجامنتير؟ سبرينج ليجامنتير لو الاكس راي واضحه قوي ان فيها تيلر ساج عن النافيكولار زي اللي انا وريتها دي، اكيد سبرينج ليجامنت مقطوع. الالترا ساوند والام ار اي ممكن يشخصه، الترا ساوند بالذات ممكن يشخص كويس جدا لو لو بيعملوا اكسبرت. الحاجه الثالثه ان كل العيانين الميدل ايج فما فوق انا بعمل روتين اكسبلوريشن للسبرينج ليجامنت. تمام. Can we do calcaneal osteotomy with Evans in the same approach؟ لا صعب جدا يا بيه، two incisions يبقى انا اعمل lateral extensile approach، انا اجيبهم الاثنين وده يبقى incision كبير قوي قوي قوي، ويعني انا ما انصحش ان حد يعمل كده. The way of suturing of the flexor digitorum longus to the stump of the tibialis posterior، هل wave suture ولا simple suture؟ انا بعمل simple side to side suture، بتبقى مسافة 2 سنتي وعمل سيمبل سايد تو سايد سوتشر بس، يعني اي حد يقدر يستعمل اي طريقة ممكنة مفيش مشكلة، مفيش تكنيك معين. تمام. 11 years age down syndrome flexible valgus pes planus with mild pain in long walking can you do anything for him؟ لو symptoms significant والديفورميتي significant arthroiresis، لو الديفورميتي بسيطة والسيمبتومز بسيطة كونزرفاتيف ارش سبورت وكونزرفاتيف، لو السيمبتومز يعني سيجنيفيكانت والديفورميتي جامده ارثرو اريس. الرول اوف ام ار اي ان فلات فوت، ام ار اي ان فلات فوت كذا حاجه، اول حاجه اشوف التندون اوف ذا تيبياليس بوستيريور وضعه ايه، ديجنريتد قوي ولا لا، شكله ايه كده، سبرينج ليجامنت هل سبرينج ليجامنت فيه مشكله ولا لا، الارثرايتس هل في تيرو نافيكولار ارثرايتس وسبتيلر ارثرايتس ولا لا، يبان في الام ار اي اكتر من بلين اكس راي. اذر كوز اوف بين دي بقى مهمه جدا، العيان مثلا اشتكي بين غريب كده، انت مش ده البين بتاع الفلات فوت، تعمل ام ار اي تلاقي عنده هيوج او سي دي تيلز، حاجه تانية خالص، فان انا اكسكلود اذر كوزز اوف بين. محمد ايوه باش اتفضل، ممكن تفتح الفيديو والناس عايزه حضرتك تشوفك وانت بتجاوب الاسئله؟ حاضر ثانية واحدة اتفضل. تمام كده؟ تمام يا فندم. اتفضل تقعد. Management of charcot flat feet in diabetic patient. لا ده موضوع تاني خالص وكبير جدا ومحتاج محاضرة لوحده يا دكتور عاطف، حضرتك عارف يعني. يبقى احنا هنجهز محاضرة ان شاء الله عليك. جاهز محاضرة عن الشرق. Peroneal spastic type treatment. Very controversial. Very very controversial. وما انصحش حد مش اكسبرت قوي في الفلات فوت انه يعملها لوحده. لان احنا نفسنا حتى انا عن نفسي بعمل فيوجنز، بعمل دبل فيوجن في البرونيال سباستيك، بعمل دبل فيوجن والريزلتس معقوله، مش كويسه زي الفلات فوت العاديه لكن الريزلتس معقوله. دكتور احمد اكرام بيعمل تندون لينثنينج في اسيوط لكل البيري ارتيكولار تندونز كلها، مش البرونياي بس، كل البيري ارتيكولار تندونز. فالتريتمنت كونتروفيرشال شويه والريزلتس مش زي الفلات فوت العاديه، فيعني ما حدش بايده فرطه قوي في السيرجيكال تريتمنت بتاعه قوي. When to remove the arthroiresis procedures؟ Arthroiresis المفروض يتشال
لما العيان يبقى عنده 14 ل 16 سنة. ولو العيان ما عندوش بين ومش عايز يشيله ممكن ما يشيلوش. برضو أسئلة كتير على الشاركو، فاحنا إن شاء الله هنجهز محاضرة على الشاركو يا دكتور محمد. تحت أمر حضرتك يا باشا. Obesity can affect our decision to choose to treat patient. Obesity can affect. وزي ما شفنا العيان اللي كانت obese اللي أنا شعرضت الفيديو بتاعها، العيانين الأوبيز قوي اللي هما فوق الميدل ايج يعني خمسينات مثلا وستينات وكده وأوبيز قوي، بيبقى عندي low threshold اتجه للفيوجنز مش للأستيوتونز. In a painful accessory navicular, you always prefer excision and tibialis posteriori attachment by anchor, or you may go to modified Kedner or fusion. Fusion للأكسسوري النافيكولار في النافيكولار الأصلية يعني؟ لا ما بعملهاش، لأنه لازم تكون الأكسسوري النافيكولار عشان أعملها بوني فيوجن تكون كبيرة قوي، وده مش دايما بيحصل. أنا بعمل ريسكشن وري أتاتشمنت بلس كوركشن أوف ذا ديفورمت، هو ده المهم بقى. لو أنا عملت ريسكشن وري أتاتشمنت وفي ديفورمت جامدة مش هيلعب، مش هيبقى مبسوط قوي. Why not flexor hallucis longus instead of flexor digitorum longus for transfer to tibialis posterior? لأن الفلكسور ديجيتورم لونجس less important في الفانكشن، وبتبقى immediately جنب التبياليس posterior anatomically فأسهل. في ناس موصوفة الـ FHL بس يعني غالبا بنفضل في التندو أكيلس الـ FHL في التبياليس posterior الـ FDL. لكن هل ده option وارد وموصوف؟ أو وارد وموصوف. In peroneal spastic flat foot, are you doing peroneal lengthening and bony operation? انت عدقت جاوبت على السؤال ده قبل كده. Do you lengthen the peroneae after lateral column lengthening? لو حسيت ان هما تايت، بس ده ما بيحصلش كتير. تمام. Does Lapidus procedure correct all causes of hallux valgus with flat foot? لا، هو اوبشن لكن مش كل حاجه، لانه لو مثلا لو الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل مش مظبوطه مش هينفع اعمل لابيدوس، هيبقى عندي ان اعمل دبل اوستيوتومي. انما يعني لو العيان عنده سيفير هالوكس ويذ فلات فوت او مودريت هالوكس ويذ فلات فوت، اللابيدوس هيفيدني في حاجات كتير، بس مش معنى كده ان هو ينفع لكل حاجه، مفيش حاجه تنفع لكل حاجه، انما في غالبيه الحالات بيبقى حل كويس. When we decide double or triple arthrodes, generally بعمل double، لكن لو lateral column very short وانت مش قادر توصل لcorrection intraoperatively الا انك تعمل distraction للcalcaneal cuboid اوكي، لكن لو الcalcaneal cuboid مش محتاج distraction يبقى انت تقدر تعمل double fusion بس. What is calcaneus stop operation؟ اللي هي بمسمار 6.5، بيحط مسمار 6.5 فيرتيكال في الكالكينيوس بحيث راسه هي اللي تبقى منع التيلس من انها تنزل بلانتر، ومنع الكالكينيوس من انها تخش في ايفيرجن. مسمار 6.5 في الكالكينيوس وراسه بارزه لفوق في الساينستر ساي، بدل ما بحط الارثرو ايريسز ببقى راس المسمار هي اللي في الساينستر ساي والمسمار نفسه في الكالكينيوس تحت. هل برضو سؤال تاني بيتكرر كتير، هل لازم نعمل جاستروكنيميس ريسيشن في كل الحالات؟ اي عيان ما بيجيبش 10 ديجريز والني اكستندد وبيجيب 10 ديجريز او اكتر والني فليكسد يتعمل. لو بيجيب 10 ديجريز او اكتر والني اكستندد يبقى مش محتاج. بص دكتور عاطف، في رول في القصه، مفيش حاجه اسمها انا هعمل كذا لكل العيانين ولا مش هعمل كذا لولا عيان. بالظبط، هي دي مينيو انت بتختار منها حسب العيان، لازم كل عيان زي بعض. بالظبط، شوف ايه المناسب لكل حاله على حده. تريتمنت اوف ريجيد فلات فوت ان 12 ييرز اولد بوي، ريجيد فلات فوت في 12 ييرز اولد بوي غالبا هيبقى تيلو كالكينيال كواليشن او اي كواليشن تاني، والتريتمنت غالبا بتبقى ريسكشن اوف ذا بار وكوركتيف اوستيوتومي. If you will do for a patient all this procedure, which is first? How you can arrange these procedures? Proximal to distal.
gastrocnemius recession, medial transition calcaneal osteotomy, lateral corneum lengthening, cotton, وبعدين لو هعمل medial side soft tissue structure. Proximal to distal لازم. تمام. Can flat foot causes metatarsalgia? Yes. Can cause metatarsalgia. لو الرجل فيها الايفيرجن جامد قوي يبقى في متتارسالجيا يعني ولو في هالوكس فالجس في متتارسالجيا يعني وان اوف ذا كوزز بس برضو المتتارسالجيا دي قصه ثانيه لوحدها محتاجه برضو محاضره ثانيه. طب ادي احنا اللي بيست في محاضرتين لغايه دلوقتي يا محمد يا باشا تأمرني ان شاء الله. Does cotton osteotomy necessary if there is mild subidation occurs after lateral column lengthening؟ لازم تعملها؟ يستحسن. اه الريزيدوال سوبينيشن ده يعني انا اتعلمت مع الوقت. في الاول كنت عندي يعني برضاش اعملها قوي, دلوقتي بعملها اكتر. ف عندي لو ثريشولد ان انا اعملها دلوقتي. التايم اوف ويت بيرنج افتر اوستيوتوميز 6 weeks. 6 weeks تقريبا كده احنا جاوبنا على كل الاسئله, وده بيبين ان قد ايه الاودينس بتوعنا كانوا متابعين المحاضره جيدا وكانوا بشغف انهم يعرفوا. في سؤال جه اهو معلش, الويتس اوف ذا جرافت ان ذا لاترال كولم لينسنج انت قلت من 8 ملم ل 1 سنتيمتر. ولا عايز ولا عندك اجابه ثانيه؟ لا تمام, من 8 ل 10 ملي بي مظبوط. طيب ازاي بنعمل الترانسليشن للكالكينياس بعد الاوستيوتومي وقد ايه؟ 10 ل 12 ملي. ازاي بقى دي؟ ممكن بقى حد يحضر انترا اوبرتيف يشوفنا, هي سهله بس 10 ل 12 ملي. احنا ممكن يعني ان شاء الله يا رب اذا ربنا وفقنا ممكن بعد كده كمان نعمل ورك شوب يا محمد على ممكن نعمل ورك شوب, ممكن نعرض اوبرتيف جي. يعني نقدر ان شاء الله نفيد في هذا الاتجاه يعني ان شاء الله. When we need to do medial كولم لينسنج, انا مش فاهم يعني ميديال كولم لينسنج ان تيبيالس بوستيريور انسفيشنسي, هو مفيش حاجه اسمها ميديال كولم لينسنج, قصده لاترال ولا ايه؟ يمكن قصده مفيش ميديال كولم لينسنج. طيب يا ريت تعيد يعني ابعت لنا السؤال تاني شوف قصدك ايه يعني. واي 8 ملم؟ ده عايز محاضره برضه يا دكتور عاطف. اصل احنا لو قلنا 9 ملم هتقول برضو واي 9 ملم. لا ما هو 8 ل 10 اقل. أيوة. من كده مش هيعمل كوركشن. اكتر من كده هيعمل كالكيني كيبويد ديجنريشن وفورسفول سوبينيشن وبرزيستنت لاترال بين وامبنجمنت على البوستيريور فاسيت. فاقل من 8 مش هيصلح, اكتر من 10 هيعمل سايد افكتس يعني سمبلي كده. What is the preferred site of lateral column lengthening بعد خبرتك الكبيرة دي؟ ايه؟ Angle of descent. عند ال angle of descent. ده بيكون بين ايه؟ بين ال بين ال posterior facet وال middle facet. وال middle facet تمام. تمام. We need to do medial column arthrodesis. هو صلح بتاع ال medial column lengthening. بيقول دلوقتي when we need to do medial column arthrodesis in tibialis posterior insufficiency. ما هو medial column arthrodesis ده navicular cuneiform أو arthrodesis. في بعض الناس عندهم البريك من النافيكولو كيونيفور, بس ده سؤال advanced قوي. لو البريك في جزء من البريك من النافيكولو كيونيفور ممكن نعمل navicular cuneiform fusion في الميديال سايد. لو في هالوكس بنعمل بنعمل لابيدوس, فدي الميديال سايد ستابيلايزيشن لابيدوس. لو احنا عندنا مشكله في الفيرست راي navicular cuneiform, لو في جزء من الساج من النافيكولار كيونيفورم جوينت مش من التيرو نافيكولار جوينت, بس دي مش كومن برضه بتحصل بس مش كومن. طبعا كعادتك يا محمد اكثر من رائع, بحييك وبشكرك على مجهودك وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتك. وطبعا انت النهارده لبست كده تقريبا في 3 محاضرات, فيا ريت تجهز وتبلغنا بس يا باشا. تحت امر حضرتك في اي وقت, وبشكر حضرتك على الدعوه تاني يا دكتور عاطف, وبشكر دكتور اسامه,
ويا رب دايما بالتوفيق، وانا تحت امركم في اي وقت. يعني موضوع الاديوكيشن والشيرنج اكسبيرينس ده حاجه ممتعه جدا، وانا يعني من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي انا فيري فيري انترستد فيها يعني. ربنا يوفقك دايما يا محمد، وانت قد الثقه اللي احنا مديناها لك. يا رب اكون كنت عند حسن ظن حضرتك يا دكتور عاطف ودكتور اسامه. طبعا طبعا، واحنا بنأكد لكل الاودينس انه المحاضرات هتنزل تباعا على الموقع في اليوتيوب عشان الإخوة اللي عايزين يتابعوها. وفي النهاية بشكرك يا محمد وبشكرك يا أسامة، وإلى اللقاء في محاضرات قادمة إن شاء الله. أشوفكم على خير. شكرا شكرا. احنا بنشكر حضراتكم، يعني كل الشكر للأستاذ دكتور عاطف بلتاجي التشيرمان المميز اللي ميزنا عن أي بصراحة، ويبينار بيحصل في مصر دلوقتي. طبعا خليك يا أسامة، ربنا يخليك. وبنشكر الأستاذ دكتور محمد مختار، محاضرة يعني جالها رسائل شكر وتقدير من السهل الممتنع، اللي محاضرة جبارة، محاضرة ممتعة. يعني بصراحة أنا يعني مش مريح على كتر الرسائل الجميلة اللي جات للدكتور محمد. هو فعلا يعني وعد وأوفى، قال أنا هديكم محاضرة تعجبكم. هي عجبتنا جدا جدا دكتور محمد. ربنا يخليك يا دكتور أسامة، ولو اي فيدباك عند حضرتك بوزيتيف او نيجاتيف يعني انا عايز ابقى اعرفه، يبقى شرف لي ان انا اعرفه. والله ما في اي حاجه نيجاتيف خالص، كل الـ 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 الرسائل كلها شكر وتقدير لحضرتك. والمحاضره السهله اللي انت حاولت توصل موضوع صعب فعلا بمعنى الكلمه، بس الناس ما حسيتش بالوقت، يعني احنا عدينا ساعه ونص ما حسيناش بيهم فعلا، وكانت يعني السهوله الممتنعه. وكتر الأسئلة ديت، أنا دايما بقول كتر ما الأسئلة بتكتر كل دوت ما دليل على الانترست اللي حصل في المحاضرة. وديك شايف دوت دكتور عاشم بيحبك، بس ما كنت مسألش كل أسئلة، ده في أسئلة كتير كمان. لكن يعني احنا خدنا وعد من حضراتكم انه في محاضرات تانية، وانت كمان قلت في وركشوب بغير الثلاث محاضرات، فان شاء الله مفيش مشكلة، ان شاء الله ربنا يقدركم ان شاء الله. واحنا بنأكد على كل السادة الزملاء الاودينس انه المحاضرات هتتزع تباعا على قناة قسم العظام مستشفى النيل على اليوتيوب. احنا بس بنمنتجها وخلاص، احنا بدأنا اوريدي من امبارح، يعني هتلاقي النهاردة او بكرة المحاضرات بنبدأ نشتغل فيها على طول، يعني ما تقلقوش، كل يوم او كل يومين بالكتير هننزل لكم محاضرة. في النهاية بنشكركم جميعا، نشكر الاساتذة الكرام دكتور عاطف بلتاجي بيه، دكتور محمد مختار بيه، وشكرا جزيلا للجميع، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. كل عام وحضرتك يا دكتور اسامه.